السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة مملكة طيور البادجي، معكم محمد ايمن. والنهارده هنتكلم عن موضوع جديد عن اكثر الامراض شيوعا وعلاجها والسيطرة عليها ان شاء الله. النهارده هنتكلم، بس الاول هنوريكم شوية حاجات كده هنستعرضها في اخر الفيديو وهنوريها لكم بسرعة وهنشرحها ان جنرال كده بشكل عام في اخر الفيديو باذن الله. النهارده هنتكلم عن اكثر الامراض شيوعا والسيطرة عليها. كلنا طبعا بنتفق ان احنا كتير مننا فجأة بدون مقدمات بتلاقي الطائر بتاعك مات، او الطائر بتاعك حالته الصحية تدهورت بطريقة سريعة من غير ما تبقى اخد بالك او مش مديله القدر الكافي من الاهتمام ان انت تراقبه كويس، فبيظهر عليه اعراض بصورة سريعة متتالية وانت مش اخد بالك، فبتأدي لوفاة الطائر. فاحنا النهاردة هنتكلم عن ازاي تسيطر، تبروز الاعراض دي وتسيطر عليها، وعشان ما يحصلش معاك الموضوع ده، ولو سيطرت على العناصر الأساسية اللي هنحطها هتبقى أنت كده سيطرت على صحة طيورك يعني بقدر كبير، وهتبقى في السيف سايد إن شاء الله. هنتكلم عن أول مرض معانا، الإسهال بنوعيه، الإسهال الأخضر والإسهال الأبيض. الإسهال الأخضر ده أعراضه إيه؟ أنت لما بتمسك هتلاقي الطائر عنده دبول في العين، الطائر هتلاقيه كأنه كده كاشش. الطائر لو مسكت الطائر نفسه هتلاقي من فتحة المخرج بتاعته هتلاقيها عليها اسهال اخضر، هتلاقيها مبلوله وعليها زي اسهال اخضر، والمخلفات بتاعته هتلاقيه سايل ولونه اخضر قوي وباين قوي اللون الخضر بتاعه. تمام، هنعمل ايه بقى عشان نعالج لو لقينا الاعراض دي على الطائر؟ اول حاجه هنعملها دي في معظم او كل الامراض اللي عندنا او اغلبها، ان انت هتدفي الطائر وتعزله، ده رقم واحد. تمنع العدوى عن باقي الطيور اللي معاه وتدفيه، التدفئة نص العلاج أو تلات أرباع العلاج في أغلب الأمراض. تمام، وهتمنع عنه الأكل الطري، أي أكل طري أنت بتقدمه له هتوقفه خالص، عشان الأكل الطري من أكتر مسببات الإسهال. تمام، بعد ما تمنع الأكل الطري هتبدأ بقى تعالج. هتعالج إزاي؟ هتحط دواء في المية. هتحط إيه في المية؟ هتحط يا إما فيلاجيل يا إما هتحط سبترين. الجرعة بتاعته إيه؟ 1 سنتي على المسألة، المسألة اللي هي الكبيرة، 1 سنتي، مش اللي الوسط مش اللي اكبر حاجه، 1 سنتي على المسقه لمده 3 ايام، وتريح يوم وتكمل يومين. طب افترضنا ان الطائر ما بيرضاش يشرب اصلا، هتتحط الجرعه، نفس الجرعه دي هتحطها في السرنجه وهتدي له في بقه مباشره، زي سرنجات تاكيل يدوي هتحط له في بقه مباشره، وان شاء الله الطائر هيتحسن معاك. ازاي بقى ما توصلش اصلا المرحله دي؟ تقلل الاكل الطري، تديه بترشيد، ما تزودش الاكل الطري عن اللازم، تغسل الاكل كويس، ده بالذات كمان في الاسهال الابيض. الاسهال الابيض برضو اعراضه شبه ده الاسهال الابيض اللي بعده على طول. الطائر هتلاقي عنده خمول اقوى شويه، الاسهال الابيض اخطر شويه، هتلاقي الطائر واقف ما بيتحركش، حركته قليله قوي، ممكن يبطل يشرب اصلا. ففي الحاله دي طبعا برضو بتشيل الاكل الطري، بتشيل الفواكه، بتشيل اي حاجه طريه، هو من اكتر مسببات الاسهال. بعد كده بتعمل ايه؟ بتدي تترا سايكلين، بتدي تتراسايكلين مضاد حيوي قوي، وبعدين بتدفي الطائر طبعا اهم حاجه زي ما قلنا، وبتعزله وبتدي تتراسايكلين نفس الجرعه تلات ايام، وتريح يوم وتدي يومين، ولو رفض برضه نفس الطريقه هتضطر تديله في البق على طول. ولو امتنع عن الاكل في الحالتين بتضطر تدي تاكيل يدوي لغايه ما يبدا يسترد صحته، عشان ممكن ما يرضاش ياكل خالص، ساعتها بتحاول تسرفايف الطائر او تساعده على الحياه، تخليه عايش اكبر قدر ممكن لغايه ما يسترد صحته ويرجع تاني طبيعي جدا. وطبعا عشان نمنع الموضوع ده لازم غسيل الخضار كويس، وما تقدموش بكثره، الفواكه ما تقدمهاش بكتير، عشان اي حاجه كتير بتقلب العكس. زي ما هنتكلم في المرض اللي بعد كده، ثالث حاجه هنتكلم عنها النهارده الامساك. امساك هتلاقي الطائر واقف بيحاول يعني يخرج فضلاته ومش قادر، وفترة كبيرة تلاقي المكان ما في نظيف، مع ان الطائر البادجي تقريبا كل ربع ساعة او تلت ساعة بيعمل عملية الاخراج الطبيعية بتاعته، فتلاقي الموضوع طول قوي، او كمان كل 10 دقايق احيانا. ففي الحالة دي بتعمل ايه؟ هو هتلاقي الحوصلة بتاعته منتفخة، ممكن الحوصلة نفسها منتفخة، هتعمل ايه؟ هتحط له علاجة سهل وبسيط جدا، هتقدم له الخضار اللي هو بيحبه او الفاكهة اللي هو بيحبها، نفس مسببات الاسهال بس بترشيد، فانت بترجع جسمه العناصر المفتقدة منه اللي هي السوائل اللي بتساعد في عملية الإخراج، هو يعتبر يعني قريب من عملية الجفاف.
فانت لما بتديله الحاجات دي بيبدأ يرجع طبيعي، او بتحط له نقطتين كمان او ثلاثة زيت زيتون في بقه على طول. الموضوع ده بيسهل الموضوع جدا. وازاي بقى انت تتجنب الموضوع ده؟ ما تقدملوش اكل جاف كتير. اكل جاف كتير زي ايه؟ زي وجبة البيض بالبقسماط، ما تقدمهاش كتير، يا اما تكسرها بحاجة تخليها طرية، يعني تبشر عليها جزر، او انت هتديها له بتديها له مواعيد ثابتة ابشر عليها جزر. الموضوع هيبقى مستساغ اكتر، وهيبقى قائمة غذائية اعلى، وفي نفس الوقت هيقلل الاعراض او مخاطر الامساك لو انت بتديها بتواريخ او يعني بمواعيد معينة وبكثرة، او لسبب ما عنده فروخ، عنده حاجة ومحتاج تديله الوجبة دي كتير، فهتضطر تكسرها بحاجة طرية عشان، والمستحب يبقى جزر. عندك بنجر ممكن تضيف بنجر برضو، يا جزر يا بنجر. هنتكلم على المرض اللي بعد كده، امراض الجهاز التنفسي. دي بنشوفها دايما في الغالب، بتظهر معانا امتى؟ بالليل. تسمع صوت بقى بالليل، الغية كلها هادية، تسمع صوت حشرجة، في الغالب بيبقى طائر عنده مرض مزمن تنفسي. تسمع صوت، بتلاقي الطائر مثلا تسمع صوت حشرجة، إذا الموضوع ده زي ما قلنا بالليل. التهاب في الجيوب الأنفية، تلاقي فراغات حوالين الكير بتاع الطائر، الريش بيقع، الريش واقع في الحتة دي ملتهبة حوالين الكير بتاعه. تمام. هتستخدم مضاد حيوي، هتعزله طبعا أول حاجة، وتدفي المكان كويس قوي وتعزله، وتستخدم مضاد حيوي قوي تنفسي. تمام. تستخدم علاج قوي تنفسي يحتوي على المادة الفعالة تتراسايكلين، أي حاجة تحتوي على التتراسايكلين كويسة جدا تنفسيا، هي مضاد حيوي عام وقوي جدا تنفسيا. نفس الجرعة اللي اتفقنا عليها 3 أيام، وتريح يوم وتشتغل يومين كمان. رفض برضو هتضطر تديله في بقه، رفض الطعام برضو زي ما اتفقنا، هتضطر تشتغل معاه تأكيل يدوي الفترة دي لغاية ما يسترد صحته. طبعا اسبابه ايه؟ ان انت بتعرض الطائر لتيارات هوائيه، بتحط المكان لتربيه الطائر نفسه في مكان عرضه للتيارات الهوائيه، فيا ريت تاخد بالك قوي وانت بتختار المكان اللي هتربي فيه الطائر، ما يبقاش عرضه للتيارات الهوائيه. هنتكلم بعد كده عن السل. السل ده مرض معدي جدا برضو. السل ده عباره عن ايه؟ هتلاقي الطائر بيخس بسرعه قوي في الوزن، هتلاقي عظم الصدر بتاعه بيبان نتيجه النحافه الزايده في فتره صغيره، ومرض معدي زي ما قلنا. فطبعا هتضطر على طول تعزل الطائر، وطبعا ممكن كمان يضرب عن الطعام، ممكن يوقف اكل، فهتاخد بالك برضو، هتشتغل تأكيل يدوي في الحالة دي. المرض ده بيجي في الحاجتين، يا اما في الجهاز الهضمي يا اما في الجهاز التنفسي. الجهاز الهضمي هتشتغل مع سبترين او فيلاجيل، الجهاز التنفسي هتضطر تشتغل برضو بمضاد حيوي يحتوي على التترا سايكلين مع التدفئة. واهم حاجه تغيير ميه الشرب باستمرار. ميه الشرب بالذات لونها ابيض كده، بس هي ممكن تبقى سم قاتل، لونها ابيض طبيعي خالص وفيها تعفن وانت مش عارف، ما بتغيرهاش باستمرار، الطائر يشرب منها مره واتنين وتلاته وهي زي السم في جسمه، بتبهدل له الكلى، بتبهدل له الدنيا، ويحصل تدهور سريع وما تقدرش تسيطر عليه، وتلاقي الطائر راح منها. فزي ما قلنا اهم حاجه نظافه الميه، تحاول تعرض الطائر للشمس باستمرار، عشان الشمس طبعا يعني مفيدة جدا، بتساعد في نمو الطائر، بتساعد في لمعان ريشه، وبتساعد في حاجات كتير قوي، فنحاول نخليه عرضة. يعني معظم الناس حتى اللي بتربي في أماكن فيها شمس بتلاقي نسب الإعاقات، نسب التقصف الريش، نسب الحاجات دي كلها أقل بكتير من الناس اللي بتربي في أماكن مقفولة. هنتكلم بعد كده عن الفطريات. الفطريات دي إيه؟ هتلاقي الأماكن المكشوفة، المرض ده هتلاقي الأماكن المكشوفة من جسم الطائر عليها قشور، هتلاقي ضوافره عليها قشور، هتلاقي الكير، هتلاقي الصوابع، الرجلين. في الحالة دي بتعمل ايه؟ العلاج سهل جدا، هتحط اما مرهم كبريت يا اما فازلين، بس المفضل مرهم كبريت، ممكن مرة في اليوم لمدة يومين ثلاثة، هتلاقي الموضوع اختفى تماما. ده سببه ايه بقى؟ سببه ايه يا معلم؟ سببه ان انت مستوى النظافة قليل، هتضطر تنظف كل المجاسم والقفص قدر الامكان، تطهره قدر الامكان، بلاش المجاسم البلاستيك، حاول قدر الامكان المجاسم اللي بيقف عليها الطائر تجيبها خشبيه، يا اما خشب اللي هو المتحجر ده، يا اما خشب مصنع بس يبقى نوع كويس، بلاش الخشب الابيض، ايا كان نوع كويس وخلاص، بس حاول قدر الامكان ما يبقاش بلاستيك، لو خشب المتحجر ده او اللي هو من الشجر بيبقى افضل بكتير. ده قلنا عشان نتجنبه، هنحافظ على النظافه بقدر كبير، مجرد بس انت تغييرك الاكل والمية كل يوم وتنظيف الارضية وكده، انت خلاص، انت كده حافظت على الطائر بتاعك بنسبة 80 او 90% حميته، بعيد عن طيارات هوائية، انت كده
زي الفل. هنتكلم بعد كده عن حبس البيض. ده مش ما يعتبرش مرض قوي، اكتر ما هو سوء حظ او اهمال مننا في حاجات معينه هنتكلم عليها. ايه هو حبس البيض؟ بتلاقي الانثى قاعده في ارضيه القفص ومش عارف انت مالها، الانثى بتبيض عادي وبتكمل بيضها، وفجاه تلاقيها واقفه في ارضيه القفص او واقفه في جنبك، او بتلاقي انتفاخ في منطقه وضع البيض. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان البيضه بدل ما بتنزل طبيعيه وقفت بالعرض، فحصلت مشكله، الانثى مش قادره تبيضها. بنساعد الانثى، لازم تساعدها عشان انت لو ما ساعدتهاش هتموت. مساله وقت الانثى فتحت المخرج بتاعتها اتقفلت وما بتعملش الاخراج بتاعها، كله بيتحوش جوه جسمها، هيحصل لها تسمم وهتموت لو ما تصرفتش في اسرع وقت. في الحاله دي هتعمل ايه؟ في الحاله دي هتروح جايب كنكه ميه، او هتغلي ميه في الكاتل او البويلر ايا كان، والبخار بتاعه تبقى البخار بتاعها طالع في نفس الوقت وانت مجهز قطنه ودان وزيت زيتون نقطتين بالظبط. هتبل قطنة الودان زيت زيتون، وهتحط المية اللي بتغلي البخار بتاعها، هتعرضها لفتحة الطائر بشويش البخار بتاعها مع زيت الزيتون، هتحط بسيط على الفتحة وهتدوس واحدة واحدة يعني بحذر شديد عشان ما تكسرش البيضة، وفي ثواني بإذن الله هتلاقي البيضة اتزحلقت وطلعت بره خالص. وبعدها هتاخد الأنثى وتفصلها من الذكر بتاعها وتحاول ترحل بيضها لو عندك ازواج تانية بيضة، وتريحها قدر الامكان. ده بسبب ايه؟ اما انت استعجلت شغلت الانثى قبل 6 شهور قبل النضج الجنسي الكامل. خلي بالك النضج الجنسي الكامل 8 شهور، انت في ناس بتشغل من 6، فانت بتهلك الانثى. اولا الانثى ما بتبقاش نضج جنسي غير كامل، يا اما انت مشغلها دب 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 دب، انت بتشغل عليها جامد، الانثى بقالها 3 4 عشوش ما بتريحش، فالانثى بيحصل معاها كده بعد اللي هو خلاص ما عادتش قادره. فمفضل كل 3 عشوش ماكسيمم، قوي لو انت قارص عليها 4 عشوش وريحها شويه، ريحها شهر شهر ونص عشان تحافظ على الانثى بتاعتك، عشان هي مش مكن تفريغ يعني مش مكن، هي برضو روح ليها قدر من الاحتمال، وبعد كده مش هتقدر تكمل معاك ايا كانت صحتها، ايا كانت طريقه تغذيتك، ايا كانت اي حاجه، فيتامينات مكملات انت بتقدمها، الموضوع ده كله مسألة وقت وهتنهار منه. هنتكلم عن اخر حاجة، البرد او الزكام. ده اعراضه سهلة جدا وكلنا بنلاحظه وسهل قوي يتلاحظ، بس لو ما تلاحظش في الاول بيتطور لامراض تانية وبيدخل لمرحلة الوفاة. هتلاقي خمول بسيط في الطائر، هتلاقي الطائر كمشان، هتلاقي الطائر حركته اقل، هتلاقيه بيرشح، لو حدست على الكير بتاعه هتلاقي صبعك اتبل لو مش ظاهر على مناخيره. واحيانا لما الحاله بتتطور بتقلب لحشره مزمنه، بتفضل مع الطائر طول عمره، يعني حتى في طيور كتير بتبقى شغاله وبتتكاثر وكل حاجه تمام، وبالليل تسمع صوت الحشره سيمفونيه بالليل، ما يعني الغيه كلها فاضيه وتلاقي صوت واحد بيحشر كده بتحاول معاه كتير، يعني نسبه كبيره بتبقى مزمنه يعني لغايه ما يموت بتفضل. علاجه سهل جدا، هتعزل الطائر طبعا وتدفئه زي ما اتفقنا، التدفئه رقم واحد في كل مرض. دفيت الطائر كويس وعزلته 80 أو 70% من العلاج. بعد كده هتدي حاجات طبيعية خالص، هو البرد مدام بسيط كده، هتدي مثلا زنجبيل، يا إما زنجبيل مع ليمون أو ليمون لوحده وزنجبيل لوحده يوم ويوم لمدة 3 4 أيام، حاجات طبيعية مفيش خوف منها، مع نقطة عسل أو نقطتين عسل مع في المية. هتراقب الموضوع، الموضوع اتحسن والدنيا تمام خلاص الحمد لله وكفى الله المؤمنين شر القتال. الموضوع بقى اتطور يا معلم، هتضطر تدي مضاد حيوي يحتوي على التتراسايكلين، برضو المادة الفعالة قوية جدا في الأمراض التنفسية، وبإذن الله الطائر يبقى زي الفل. ايه بقى سبب البرد البسيط ده أو البرد بصفة عامة؟ زي ما قلنا، إما تيارات مباشرة، يا إما مثلا أنت نقلت الطائر، أنت اشتريت طائر جديد حطيته في مكان دافي، كان بيتربى في مكان فيه دفايات، حطيته في مكان بارد، يا اما خدته من مكان بارد حطيته في سخن، ده او ده او ايه كمان يا معلم، او اكلته اكل بارد، جبت اكل من التلاجة حاطط بيض البقسماط في التلاجة وقمت مقدمه له على طول، حاطط خضار في التلاجة ساقع وقمت مقدمه له، وايا كان في الجو الحر، وزي ما اتفقنا حطيت اديته اكل من مكان ساقع لمكان سخن او العكس. وبكده لو عرفنا الثلاث عناصر اكتر 3 عناصر مؤثره على الطيور، 3 عناصر اللي قلناها ايه؟ النظافه وتنوع الغذاء وايه درجه الحراره، سيطرت او التيارات الهوائيه، سيطرت على الثلاث عناصر دول انت الطائر بتاعك زي الفل،
وفي امان، وان شاء الله نتمنى لكم صحه جيده لطيوركم كلكم، وربنا ان شاء الله ما يوريكوش فيهم حاجه وحشه. احنا النهارده كده خلصنا الامراض اللي قلنا عليها، نوريكم شويه حاجات كده نستعرضها للفيديوهات الجايه. الدفن ده مهم جدا في فطام الطيور بالذات، ومهم للطيور الكبيره، وفي عناصر غذائيه كويسه جدا هنتكلم عليها في الفيديو الجاي. خلينا ما نسبقش الاحداث ونتكلم في الفيديو الجاي، ده مهم جدا. اللي عنده طيور تابعونا، استنونا الفيديو الجاي هنقول لكم عنه كل حاجه وهنقول لكم اسرار عنه. هنجرب برضو التأكيل اليدوي، ده منتج جبناه هنجربه، ده اسمه ومكتوب عليه تاريخ الصلاحية، من الحاجات الكويسة قوي، وان هو مكتوب عليه مراعى موضوع التاريخ الصلاحية. ده وزنه 50 جرام تقريبا، بحاجة و20 جنيه على ما افتكر، انا كنت شاري تقريبا بحاجة و20 جنيه، 25 حاجة كده. هنجربه، وريحته ريحة السريلاك بالظبط، فريحته مستساغة غير انواع تانية بيبقى ريحتها شبه العلف او مش شبه السريلاك، ده فريحته كويس. هنشوف معدل ذوبانه، هنشوف معدل ترسيبه، هنشوف بيقعد في معدة الطائر قد ايه، هنشوف تطور نمو الطائر مع استخدامه، سريع بطيء متوسط عادي، هنشوف كل حاجة عنه. ودي السرنجة، جبنا برضو السرنجة دي بحوالي 50 جنيه على ما افتكر، سرنجة تأكيل يدوي، هنستعرضها ان شاء الله في الفيديو الجاي مع تجربة التأكيل اليدوي. واشترينا اللي هي المعدات اللي بتستخدم في التأكيل اليدوي وبتتحط في بق الطائر، سواء المقاس ده او المقاس ده، وفي مقاسات طبعا اكتر ومتنوعة اكتر للطيور والانواع الطيور المختلفة. والدبل او الحجول زي ما بيقولوا، ودي ناس كتير قوي بتحب تركبها، او هي مفيدة جدا يعني. ده شكلها هنوريكم برضو واحنا بنلبسها الطائر بتتعمل ازاي، يعني ده منظرها ده، وسهلة دلوقتي بقت بتتعمل في القاهرة وفي كل المحافظات، يعني ده الموضوع سهل، ووصلنا في مصر يعني مستويات محترمة قوي يعني، كمان بقى في ناس بتصدر يعني بتصدر الدبل دي، فطورنا قوي في الموضوع ده، وحفر ليزر وشغل بقى كويس قوي محترم. بس كده نبقى وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، يا رب الموضوع النهارده يبقى عجبكم. لو في استفسار عن اي حاجة اكتبوها لنا في الكومنتات، لو عايزين اي حاجة في افكار فيديوهات عايزين تقترحوها، احنا ما عندناش اي مشكلة، اي حاجة عايزين تقولوها قولوها بس، واحنا مع بعض كلنا هنكبر القناة، وبإذن الله نوصل لليفل اعلى واعلى، ونوصل ان شاء الله للتوب بإذن الله. هتوحشونا، استنونا وهنستناكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. بس كده، سلام.